حسبي الله ونعم الوكيل. انا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه هنتكلم في موضوع مهم جدا، موضوع سرقه قناه الاكل مع نشوه. الموضوع ده بقى له يومين عامل ضجه على اليوتيوب. قبل ما اتكلم في الموضوع يا جماعه، عشان ما حدش يطلع ويقول لي انا طالعه عشان اجيب مشاهدات، انا مش طالعه عشان اجيب مشاهدات. بدليل حاجه، انا لسه عامله الفيديو، انا عارفه الموضوع ده كلنا شايفينه بقاله يومين، تمام؟ بس بجد يا جماعه، انا يعني انا من اكتر متابعين لمدام نشوه، انا بحبها جدا، ست في كميه الاحترام، حتى اولادها وجوزها ناس في كميه الذوق. انا اللي خلاني اتكلم الموضوع، خلاني اطلع اتكلم في الموضوع ده، شفتها وهي بتعيط، حاجه اثرت فيا، اثرت فيا جدا والله العظيم يا جماعه، لدرجه ان انا عيطت معاها، لان انا عارفه هي بتعيط ليه، وعارفه ان هي محروق دمها ليه. واحده بقالها اكتر من 30 بيتحرق دمها، وبتقعد تنشر فيديوهات وتتعب وتصرف، وكل ده من قوت عيالها، كل ده من قوت عيالها، مش فلوس زياده عليها، عشان في الاخر ربنا يكرمها وتوصل اللي هي عاوزاه ويدخل لها دخل. انت تيجي بكل سهوله تضيع كل اللي هي عملته ده، انت دماغك فين؟ دماغك فين؟ انت ايش عرفك هي محتاجه ايه؟ القناه دي فاتحه زي ما هي قالت، القناه دي فاتحه كام بيت؟ معلش يا جماعه انا منفعله، لان بجد الموضوع مستفز، الموضوع بجد بجد مستفز ان هو يعمل حاجه زي كده. انت هتستفاد ايه؟ هتطلع في القناه ما حدش هيتابعك، واحده وصلت ل 83,000 مشترك، بمعنى ايه؟ مش بسهوله، معنى الناس اللي هي تدخل وتتفرج عليها هي حابه الشخصيه اللي بتتابعها، مش حابه اي، مش حابه القناه ذات نفسها، حابه الشخصيه، حابه مدام نشوه واولادها وجوزها، عشان كده هي طالعه وصلت للعدد ده. وبقالها وست بقالها سنتين بتحرق في دمها، وبتفكر وتفكير، طب اعمل ايه النهارده؟ واللي يحس ده يا جماعه انا واحده حاسه بيها، لان انا دلوقتي انا بعاني اللي هي كانت بتعانيه، انا بتعب دلوقتي عشان اوصل، انا بتعب دلوقتي وعارفه قد ايه هي تعبت، وعارفه قد ايه ان هي صرفت فلوس، مش فلوس زياده عليها، مش انا طالعه نهزر على القناه، ده انا بصرف فلوسها زي كانه مشروع ليها، ده مشروعها الاساسي. انا دلوقتي انا بعمل مشروع، عاوز اعمل ايه؟ عملت مشروع صرفت عليه، ربنا يكرمني واخد منه. الموضوع بجد بجد بيستفز اي حد، واللي يحس بالموضوع ده يا جماعه القنوات حاسه قد ايه بالموضوع ده، قد ايه بالتعب ده، قد ايه هما بيتعبوا، وقد ايه الست دي تعبت. انت تيجي بسهوله تروح داخل مهكر القناه بتاعتها واخدها، تروح انت واخد القناه كده بسهوله؟ انا مش فاهمه انت دماغك دي فين. هو انت مفكر ان انت لما تسرق دي سرقه عاديه؟ دي سرقه زي اي سرقه. انا مش فاهمه، انا بجد والله يا جماعه انا حاليا انا مش فاهمه دماغه ده راحت فين. قبل ما تيجي تعمل حاجه انت كده اذيتها في لقمه عيشها، اذيتها زي ما بنقول كده يا جماعه، اذيتها في لقمه عيشها، لقمه عيشها ان هي واحده تعبت وهاتت وشافت ايام عشان توصل للقناه اللي هي فيه، تيجي انت بكل سهوله بضغطه تروح واخد القناه منها؟ انا بجد بجد انا مش فاهماك، ومش فاهمه انت بتفكر في ايه. وهي على فكره هي قالت كلمه جميله جدا 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 جدا، وعلى فكره الموضوع ده بالعكس ما ضرهاش، الموضوع ده فادها. يعني ايه فادها؟ كله هيجي يقول لي فادها ازاي دي القناه بتاعتها اتسرقت؟ لا يا جماعه فادها، عرفت قد ايه ان المتابعين بيحبوها، وعرفت قد ايه ان المتابعين ممكن يروحوا لها في اي حته، عرفت قد ايه ان هي محبوبه. وانا من هنا انا بقول لها انا بحبها جدا، انا بجد بجد من اكتر متابعين ليها، من اكتر معجبين ليها باسلوبها الراقي. عرفتوا بقى ان هي فادها ليه في الموضوع ده؟ فادها ليه؟ فادها ان هي عرفت قد ايه هي محبوبه، وعرفت ان هي قد ايه في قلوبنا، وعرفت قد ايه الناس لما بتيجي تدخل تتفرج عليها بيتفرجوا عليها ليه، والناس داخله بتكتب لها في الكومنتات بتواسيها وبتقول لها ما تزعلش.
وانا عارفه عمر الكومنتات يا جماعه، انا عارفه هي قد ايه فرحانه ان الناس بتحبها وقد ايه زعلانه على اللي هي حصل فيها. وهي قالت كلمه جميله جدا، حسبي الله ونعم الوكيل، خد القناه. عارف يعني ايه حسبي الله ونعم الوكيل فيها؟ لو انت بتفهم، والله ما كنت عملت كده، لو انت بتفهم دماغك دي واعيه، والله انت ما كنت عملت كده. اللي انت عملته ده اكبر غلط، واللي انت عملته ده انت مش عارف عاقبه على الناس دي ايه. الناس دي قطعت من يعني دي لقمه عيشها يا جماعه. اخر التطورات في القناه بتاعت مدام نشوه، الاكل مع نشوه، القناه اتحظرت، وان شاء الله هتتواصل مع اليوتيوب عشان يرجع لها القناه تانية، وهترجع ان شاء الله لانها انسانه محترمه وما عملتش اي حاجه تزعل حواليها، بالعكس الناس كلها بتحبها. وانا من هنا، وانا يوم ما تعمل قناه تانية انا من اول المشتركين عندها. انا بجد اقسم بالله انا بحبها جدا، بحبها مش بح يعني انا مش عارفه اقول، يعني انا مش عارفه